السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته اخواني اخواتي، كيف الحال ديالكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. اليوم باذن الله جاتكم واحد الحكمه اللي هي في واحد السر عظيم، وحكمه قصه حكمه. هذه القصه اللي طرات مع واحد الشيخ اللي هو عزيز علينا وغالي علينا، وله من المؤلفات كثيرا ومعروف ومشهور في عالم الاحلام، اللي هو الشيخ محمد ابن سيرين رحمه الله. هذه الحكمة هذه تنجيك من كل شر، وتنجيك من كل عين وحسد وجن شيطان وكل عارض وكل متمرد وكل بإذن الله. أول حاجة الإخلاص لله، ثم النية، ثم التوجه إلى الله قلبا وقالبا بالقلب ديالك وبجميع الجوارح ديالك. حكى الإمام أحمد بن سيرين رحمه الله، محمد بن سيرين رحمه الله، قال: نزلنا بنهر فأتنا أهل ذلك النهر، أي المنزل الذي كان قرب ذلك النهر، فقالوا لنا: ارحلوا فإنه لم ينزل في هذا المكان أحد إلا أخذ متاعه ودابته وتم سرقته. فقال الشيخ محمد بن سيرين: فرحل أصحابي وتخلفت عليهم، فلما أمسينا قرأت هذه الآيات، فلما تمت القراءة حتى رأيت أقواما أقبلوا علي. هذا بلسان الشيخ محمد بن سيرين. وجاءوا لوجهتي ناحيتي أكثر من 30 نفرا وقد جردوا سيوفهم، فلم يصلوا إلي. فلما أصبحت رحلت فلقيت الشيخ على فرس ومعه قوس، أي زعيم تلك العصابة، ومعه قوس عربية، ذلك الزعيم قوس عربية. فقال لي: هذا استحلفك بالله، أنت إنسي أم جني؟ فقلت: بل أنا من بني آدم. فقال: فما بالك؟ لقد أتيناك في هذه الليلة أكثر من 70 مرة، وكل مرة يحال بيننا وبينك بسور من حديد. قلت له: سأخبرك بالسر. حدثني ابن عمر رضي الله عنهما عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قرأ في ليلة أو ليلته 33 آية لم يضره في تلك الليلة لص ضار ولا 70 ضار، وهو في نفسه وأهله ومادي حتى يصبح. فنزل على فرسه وكسر قوسه، وأعطى الله عهدا ثم أعطاني عهدا ألا يعود هذا الأمر، والآيات سأقوم بإذن الله بقراءتها عليكم بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الفاتحة، لأن هي رأس القرآن. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، صراط مستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة وما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. بسم الله الرحمن الرحيم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، السماوات ولا الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، لا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. آمن الرسول ما أنزل إليه من ربه المؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق أحد من رسله، قالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا ولك المصير، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا لا تحمل إصرا كما حملت على الذين من قبلنا، ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا صلى الله عليه وسلم الكافرين، آمين. بسم الله الرحمن الرحيم، إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ست أيام ثم استوى على عرشه الليل والنهار يطلبوا حيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره، ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين، ودعوا ربهم تضرعا وخفية إن ضربهم تضرعا خفية إنه يحب المسادين، ودعوا خوفا وطمعا ورحمة الله قارئ المحسنين. بسم الله الرحمن الرحيم، قل ادعوا الله الرحمن إلى مزعوف الأسماء الحسنى، ولا تجب صلاتك ولا تخافت فيها وتغمد لك السبيل، وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن للدليل كبيره تكبيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصافات صفا فالزاجر جزرا فالتالية ذكرا، إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض ورب المشارق، إن زين السماء الدنيا بزي الكواكب، وحفظا من الشيطان المارد ثلاث مرات، وحفظا من الشيطان المارد، حفظا من الشيطان المارد، لا يسمعون الملأ الأعلى وقدموا لهم كل جانب حرة بعدهم واصف إلا من خطف الخطفة تتوجه من تعاقب.
فسرتيهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا من طين لازم أشد خلقا أم من خلقنا إن خلقنا من طين لازم يا معشر الجن والإنس إذا استطعتم أن تنفذوا من أقدار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلهة ربكما تكذبان سألكم شواذ من النار ونحاس تنتصران ثلاث مرات شواذ من النار ونحاس فلا تنتصران شواذ من النار ونحاس تنتصران أعتذر على السرعة لأن تعلمت السرعة في الرقية لأن الجن يحتاج دائما للسرعة لأن يحتاج إلى التراخي بسم الله الرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو عالم غيب الشهادة الرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو القدوس السلام المؤمن والجبار المتكبر سبحان الله ما يشركون والخالق والبارئ المصور له الأسماء الحسنى سبح له ما في السماوات والأرض العزيز الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم والآخر سورة الجن وأنه تعالى جد ربنا وتغرى صاحب اسمه ولا ولدا وكان يقول سفيهون على الله شططا ونظر تقول الإنس والجن على الله كذبا وأنه كان رجال الإنس يعودون برجال الجن فزادهم رهقا ما تعني هذه أنه كان رجال الإنس يعودون برجال الجن فزادهم رهقا أن كان إحدى النفر قديما قبل ما يجي الإسلام ينزلوا قرب الوادي يقومون بإيقاف قوافلهم وبالراحة وبإطاف الطعام وغسل ملابسهم فيقول نتعودوا من صاحبة الوادي زعما ما تأديناش زعما ارحمنا هي هذه الآية وكذلك كان رجل إنسي أشخاص تقول بسم الله توكلت على الله وتأذن وتريح استعان بالله لأنه هو ربي وربه وربك ورب كل شيء ثم من الذين كفروا بتكذيب والله محيط والقرآن المجيد في لوح محفوظ سأحكي لكم هذه القصة عن آية الحفظ ركينا في الأول دي سورة الأخر دي آية الكرسي ولا يؤدي حفظ العظيم حكى عن أحد الشيوخ أنه كان غنيا وكان له ابنا واحدا وكان ذلك الشيخ الغني يرسل إحدى الزوايا المونة بالدارجة الزاد اللي كان يموت تلك الزاوية من أكل ومن شراب لتلك الطلبة الذين يقرأون القرآن ويحفظون العلوم فلما توفي ذلك الشيخ ترك ابنا وذلك الابن كان له نية عميقة كان إنسان طيب فأتى عنده أحد أشخاص واستولى على كل الأموال التي ترك له الأب ذلك الشاب فلم يبقى له لا درهما ولا دينارا فجلس يفكر ويفكر ويفكر تذكر الشيخ تلك الزاوية كان صديق أبيه الشيخ فذهب عنده وحكى له ما حكى فقال له أرجع ليلة السبت ثم عندما قال له أرجع ليلة السبت فذهب قرب البحر وجلس وعندما جلس نظر إلى السلحفاة خرجت من البحر فصعدت فوق العقرب تأتي فوق الرمل والسلحفاة خرجت فوق خرج من البحر فحملت السلحفاة تلك العقرب فأخذتها في البحر حتى أصلت إلى الجزيرة فتبع ذلك الشاب وعندما تبع قال والله الذي لا إله إلا هو سأعرف مصير هذه العقرب التي حملت تلك السلحفاة في البحر فلما وصلت تلك السلحفاة إلى الجزيرة نزلت فوق الرمل فنزلت فوق العقرب وذهبت مصرعة فلطغت أفعى وتلك الأفعى كانت تلطغ أحد الأشخاص نائم في تلك الجزيرة فجاء ذلك الشاب الذي وقعت له مشكلة ذلك الشيخ ذلك الرجل الذي استولى على أمواله قال أستعفيكم الله ما هو سرك قال لقد نمت على ولا يؤد حفظهما والعلي العظيم فحافظني الله فأرسل الله إليه جنودا المهم يقال إن هذه آية الحفظ الحسن إن فيها شفاء من كل داء وعدو وما قرأت عن شيء إلا نزلت فيه بركة ونزلت فيه رحمة ونزلت فيه مغفرة سبحان الله وبحمده نستغفر لكم ونتوب إليكم إن الله صلى الله عليه وسلم محمد كمل الله كمل الله سبحانه وتعالى سيدنا سلام ورسولنا الحمد لله رب العالمين.